مرحبا، وسام يافي هون. حبيت أبعث هالرسالة للبنانية بشكل عام بالنسبة لملف الغاز وترسيم الحدود البحرية بالجنوب. أول شيء أنا ماني خبير بهالموضوع، فلا يكون شيء واضح، بس ثائبت أنه عملت مقابلات انبثت بالنسبة لهالموضوع مع خبراء، وبعدين ثائبت أنه تواصلوا معي من خبراء من داخل الجيش اللبناني، وكمان بنفس الوقت من الاي سي جي اللي أنا تواصلت معهم مشان جرب أفهم شوي بعض الكيسز اللي صارت بغير بلاد. الاستنتاج اللي وصلت له، وهيدا بركي أهم استنتاج اللي كلنا لازم ناخده بعين الاعتبار، هو أهمية عدم تسييس ملف الغاز والحدود البحرية بالجنوب. هيدا أمر تقني وقانوني بامتياز، هيدا منه أمر سياسي، وإذا سيس هالأمر لبنان والشعب اللبناني وأجيال الشعب اللبناني بتطلع خسراني كيف ما كان يكون. فأهم شيء أنا بعتقد نبدأ بعدم تسييس هالملف، تدل المسألة التقنية، تدل المسألة عم بيعالجها خبراء بهالموضوع. هلا شو عم بيقولوا الخبراء؟ الخبراء اللي حكيت معهم لهلا عم بيقولوا أنه في عدة خطوط انرسموا بعدة أوقات، وخلينا نقول بعدة استنتاجات استنتجوا الخط بطريقة مختلفة، بس الخط اللي هو الأقوى واللي هو مدعوم بطريقة أقوى واللي بيقدر اللبناني الشعب اللبناني يدافع عنه هو ما يسمى بالخط 29، اللي هو بياخد من آخر نقطة بلبنان وبيرسمها حسب القوانين تبعية United Nations Convention of the Law of the Sea الأنكلوس. طيب هول الخبراء عم بيقولوا هالشي، هيدا هو الخط اللي الخبراء عم بيقولوا هالشي. في خبراء بالجيش، في خبراء من UKHO اللي هو United Kingdom Hydrographics Office اللي هو واحد من أقدم المكاتب بالعالم، اللي هو quasi government يعني منه جزء من الدولة البريطانية بس قريب منها، واللي هو من أقدم مكاتب الهيدروغرافيكس بكل العالم. هيدا كمان ثبت هالشي، في غير دراسات ثبتت هالشي كمان، وفي قوانين ثبتت هالشي. القوانين كيف واحد يعني، طبعا القوانين هي في واحد يراجعها بالأمم المتحدة، بس كمان يثبت القانون مش بس لما بينكتب، كمان لما بينحكم عأساسه. وصار في كيسز، آخر واحدة بال2021 بين كينيا والصومال، اللي كمان كان في مسألة خطوط، وكينيا جربت شوية تستغل الموقف بسبب هالإبهام خلينا نقول بالخطوط، وجربت مش تستخرج بس تجرب بعتقد تستطلع الهيدا، ورفعت عليها دعوة صوماليا بالأمم بالآي سي جي بالإنترناشنال كورت أوف جاستيس، وبالفعل ربحت الصومال. ليش ربحت؟ ربحت لأنه حسب ما اتبعوا الأخصائيين رسم الخطوط بآخر نقطة بغض النظر عن أي صخر ببين بالبحر هيك لازم ينرسم الحدود، وبالفعل حكموا على خط اللي هو إذا أخذنا نفس أساس الحكم وطبقناه بلبنان حسب الخبراء عم بيقولوا بيكون لازم يتبع خط 29. فعنا الخبراء عم بيقولوا هالشي، القانون عم بيقول هالشي، والبوزيشن اللبناني اللي هو هون بتصير المسألة وهون عم بيصير التسييس. بال2011 الدولة اللبنانية بخطأ اعتبروا من صخرة
ورسموا الخط اللي هو ثاقب طلع 23 اللي هو بياكل تقريبا 1400 كيلومتر، وفي غير خطوط انرسمت لغير اسباب ما حفوت فيها هلا. فهون طبعا الخصم عم بيقول بس هيدا الخط انتم مقدمينه لليو ان، خط 23 عدلوا، وما عم بيقولوا عدلوا، هن عم بياخذوا بعين الاعتبار طبعا ما حيقولوا عدلوا. الدولة اللبنانية طبعا قدام اليو ان بال 2011 حاطة خط 23 عظيم، بس بنفس الوقت الدولة اللبنانية كمان بالخمس دورات اللي قدمتهم بال 2021 اللي كان الجيش عم بيتفاوض مع المفاوضين الامريكان اللي بيمثلوا الخصم اعتمدوا على خط 29. فالدولة كمان مقدمة بخمس دورات خط 29، وهيدا طبعا شيء موفق. وإضافة إلى ذلك في مسألة المكتوب اللي انبعت من قبل الأمم المتحدة، الممثلين اللبنانيين بالأمم المتحدة، البعثة يعني اللبنانية بتطالب من الأمم المتحدة أنه تعتمد على خط 29 هو كخط. ما لفظوا خط 29 بس طبعا قالوا أنه أي خط بفوت بقارش هو على أرض أو على مساحة بحرية منازع عليها، اللي هو معناتها أنه فعليا عم بيقولوا أنه خط 29. فمن هالناحية الدولة اللبنانية كمان عم بتقول أنه في خط 29. فصفى في ثلاث مسائل، في العلم اللي فات بالدراسات اللي قدمها المفاوضين اللبنانيين قدام المفاوضين الأمريكان، في القانون الدولي اللي حكم بين الصومال والكينيا لمصلحة الصومال، وهذا شيء إيجابي للبنان بيكون لأنه نفس الخط 29 بيكون، وفي كمان موقف الدولة اللبنانية. فهول ثلاث مواقف. أوكي، نشيل السياسة على جنب، نحن كلبنانية كشعب لبناني إذا اطلعنا على هيك شيء وحدا قالنا هذا هو الملف وهيك لازم نحن نكون، ما بنعرف مين عم بيقدمه، ما بنعرف السياسة وراها، ما بنعرف أي حيثيات سياسية إلى آخره، بس عم نطلع عليها نحن كلبنانية وكمصلحة لبنان وكمصلحة أولادنا وأولاد أولادنا. طبعا حنعتمد على اللي هو معتمد عليه العلم والقانون، واللي هي اللي موقف الدولة أمام الأمم المتحدة أجدد واحد، مش واحد قديم من 10 سنين. فهيدي بعتقد لازم ناخذها بعين الاعتبار. وآخر شيء لازم نعتبره بعتقد نحن كلبنانيين هو مسألة كمان كتير مهمة، وهي عبارة عن أنه ما ننحط تحت الأمر الواقع بين ما هالمفاوضات تخلص. المفاوضات ما خلصت أو ما وصل لبنان على اتفاق بالنسبة للحدود البحرية، فما لازم نحن كلبنانية نقبل أو نسمح لأي حدا يحطنا تحت الأمر الواقع ويبلش ينقب. هذا شيء بخالف القانون الدولي وبخالف مصالحنا نحن كلبنانيين، شو ما كانت تكون السياسة. بالنهاية هيدي مصلحة الوطن وهيدي مصلحة أبناء الوطن اللبنانيين ومصلحة مستقبله، فليش لنتخلى نحن عن هيك شيء من وراء السياسات أو أي شيء إلى آخره. فأنا بالنهاية بحب أتمنى على كل اللبنانيين أنه يطالبوا بإخراج السياسي من هالملف، يطالبوا أنه يكون هالملف تقني بامتياز، وحتى يعرضوا على المجتمع الدولي أنه إذا في علم وفي قانون ببين أنه الموقف اللبناني غلط يعرضوا هالشي، ما في مشكل يعرضوا هالشي، يقولوا يحطوا اللبنانية تحت القانون ويحطوا اللبنانية تحت خطوط هي علمية، ويقولوا يا لبنانية أنتوا غلطانين، وساعتها نحن كلبنانية بناخد خطوة لوراء ومنتبع القانون. بس إذا نحن القانون معنا وإذا نحن العلم وكيف تخطيط الحدود البحرية معنا، ليش نحن كلبنانيين نتخطى من هالشي؟ هذا شيء غلط ما بيصير. فأنا بتمنى عليكم أنه طالبوا بهالشي، وهذا كل شيء. شكراً.